في العادة يسافر الناس لأسباب مختلفة، فمن الناس من يسافر من أجل السياحة، الترفيه أو زيارة الأشخاص. حينما أتحدث عن ثقافة السفر يتبادر إلى ذهن أنني أتحدث عن هذه الأشكال من السفر متعدد، ولكن حينما أتحدث عن ثقافة سفر ذلك البرنامج الموجه إلى الشباب من ملتقى التربوي العربي، أنني أكيد أعني السفر من أجل التعلم، وهو محاولة للبحث عن مساحات واسعة وفضاءات واسعة للتعلم خارج المؤسسات التي احتجنا أن نتعلم في داخلها، قاعة الدرس والمعلم وهيمنة النظام الأكاديمي على المعرفة. حينما نسافر ننتقل لأشخاص، نتحدث ونعرف من خبراتهم، نتعايش معهم، نغير الصورة النمطية عن الآخر، نكتسب ونحرك في داخلنا قيم الضيافة، قيم الكرم، وقيم قبول الآخر والتواصل معه.